يعطيكم العافية. اليوم موضوعنا اللي هو خطة العمل في الأعمال الصغيرة والريادية. كيف بدنا نعد خطة عمل؟ شو هي مكونات خطة العمل؟ شو الأجزاء اللي المفروض تكون فيها؟ والأخطاء الشائعة عند إعداد خطة العمل؟ شو هي خطة العمل؟ شو مفهومها وشو مكوناتها؟ أول شيء لما بنحكي عن خطة أو تخطيط، إحنا بنتحدث عن موضوع مستقبلي. مستقبلي معناته فيه تنبؤ. إذن إحنا بنحكي عن مستقبل وبنحكي عن تنبؤ. بدنا نرسم مسار لحتى نمشي عليه في المستقبل، وهذا المسار يجب أن يكون محدد بزمن معين. مثلا نقول خطة سنوية أو خطة ربع سنوية أو خطة نصف سنوية أو خطة استراتيجية. استراتيجية يعني بعيدة المدى، لخمس أو عشر سنوات حسب طبيعة العمل والمنتج اللي إحنا بنقوم بإعداد الخطة له. طيب لما نرجع نحكي عن موضوع الخطة، قلنا الخطة هي تتحدث عن المستقبل، وأكيد فيها تنبؤ بما إنها بتتحدث عن المستقبل. طب إذا بدي أحكي عن خطة العمل بالنسبة للموضوع الريادي، منقول إنه هي خطوة مهمة لتوثيق الأعمال في المنظمات الصغيرة والريادية. كذلك هي وثيقة تصف ماذا خطط من الأعمال المراد تنفيذها ضمن المرحلة القادمة. يعني باختصار أنا بحط خطة بتنطوي على معلومات كثيرة ومكونات كثيرة، لكن أهم شيء أني أنا بحط خطوات لتنفيذ العمل. أنا بطمح إنه يتنفذ العمل بناء عليها. طبعا هاي بتكون بناء على تنبؤات ودراسة من قبل واضع الخطة، وبالنهاية بتكون هاي الخطة أو تعتبر مقياس لقياس العمل، وكمان بتنعد طريقة من طريق تقييم أداء العمل. شو الأجزاء الرئيسية التي يجب أن تكون في الخطة؟ مفهوم العمل أو المشروع، الحصة السوقية، الموازنة أو القسم المالي. كمان إذا بنجزئ هاي الأقسام ممكن تظهر عندي مكونات أخرى مثل الخلاصة، الخلاصة الرئيسية، توصيف العمل، استراتيجيات التسويقية، تحليل المنافسة، خطة التصميم والتطوير، خطة العمليات والإدارة، العوامل المالية، إضافة لأقسام أخرى تتعلق بكيفية تقديم الخطة اللي هي صفحة العنوان، جدول المحتويات والغلاف. طيب نرجع على مفهوم العمل أو المشروع. مفهوم العمل بناقش عندي تعريف نمط المشروع، كمان بناقش عندي نمط المنتج أو الخدمة المراد إنتاجها. بينما الحصة السوقية بتتعلق بتحليل الطاقة الاستيعابية للسوق وقدرات المستهلكين، أين يتواجد هؤلاء المستهلكين، العوامل اللي بتدفعهم لشراء المنتج اللي أنا رح أنتجه. قسم الموازنة أو قسم المالي بيتعلق بالتدفقات النقدية والواردات وكشف الموازنة وتحليل نقطة التعادل وغيرها من المعايير المالية. الأمور المؤدية إلى نجاح خطة العمل. إذا أنا بدي أحط خطة عمل، لازم في عدة أمور يجب أن تكون واضحة لدي لحتى تكون خطة العمل هاي ناجحة. من هاي الأمور أنه تكون عندي أفكار واضحة وأفكار سهلة الفهم، وكمان بالبداية وبالنهاية المهم في الخطط اللي هي تكون عندي أهداف واضحة. كمان يجب أن تكتب خطة العمل بعبارات واضحة، والمحتوى تبعها كمان يكون واضح. يجب أن تحتوي خطة العمل على هيكلية واضحة ومنطقية في هيكلة العمل. كمان يجب إظهار قدرات الإدارة في نجاح العمل أو المشروع، كذلك إبراز العوائد وخاصية الربحية للمستهدفة. يعني أنا بدي أبين عندي العوائد أو عوائد المشروع.